أعلنت وزارة البترول ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر. أشارت الوزارة في بيان إلى أن ارتفاع الإنتاج بالحقل جاء بعد الانتهاء من تنفيذ الخط البحري الثاني وإدخاله الخدمة في منتصف أغسطس، وهو ما يربط آبار الجزء الجنوبي من حقل ظهر على الإنتاج، ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حاليا إلى 12 بئرا. كما أشارت الوزارة إلى أن الإنتاج الحالي للحقل يمثل 8 أضعاف الإنتاج خلال حوالي 2 عامين منذ بدء باكورة الإنتاج في ديسمبر 2017. المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول. أرحب بك أستاذ حمدي. أهلا بك. بداية، تضاعف وارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر، كيف ترى هذه النتائج وفي هذه الفترة الزمنية القصيرة؟ طبعا نحن عارفين حقل ظهر دوت يعتبر مشروع استراتيجي بالنسبة لمصر. الإنتاج بتاعه حاليا دلوقتي 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، وطبعا هذا الرقم كان المفروض ان يتحقق بعد 4 أشهر في نهاية العام، لكن طبعا التسريع بخطط التنمية بتاعت الحقل على الساحل ده أدى إلى إن احنا نصل إلى هذا الرقم قبل نهاية العام. إن شاء الله هيزداد خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله، الخطة موجودة. لكن احنا عايزين نقوله إن حقل ظهر دوت بيمثل أحد الاكتشافات المهمة جدا على المستوى العالمي. يعني أنت حضرتك في خلال 18 شهر من توقيع الاتفاقية في يناير 2014 حقق الكشف، وبعدين في خلال العامين تم عمليات تنمية الحقل. وطبعا دي كانت مرحلة وكانت معركة للتنمية. طبعا احنا عارفين ان الحقل ده عملناها لجنة عليا باسم المهندس طارق الملا وزير البترول. لجنة عليا كانت بتجتمع سواء في القاهرة او سواء في بورسعيد عشان يتم الانتهاء من تنمية الحقل في المواعيد المحددة. والحمد لله ان طبعا قدر قطاع البترول وشركة بتروبيل القائم بالاعمال شركة من شركات قطاع البترول ان هي تنجح في عمليات التنمية. طبعا الظهر دي اثار اقتصادية واستراتيجية مهمة جدا. نمرة واحد ان احنا شفنا وقدرنا نوصل الى الاكتفاء الذاتي شهر سبتمبر الماضي، قدرنا نوفر النقد الاجنبي بدل ما كنا بيتم استيراد الغاز المسال. طبعا حقل ظهر دوت فتح افاق كبيره في منطقه البحر المتوسط، لان ده اكبر حقل يتحقق في منطقه البحر المتوسط، وبالتالي فتح افاق كثيره للشركات العالميه ان هي تقدر تبدا تشتغل في هذه المنطقه. لان احنا عارفين حقل ظهر دوت موجود في البحر المتوسط، والبحر المتوسط كل المؤسسات العالمية بتأكد ان هو غاز حوض غازي مهم جدا. نعم، في احتمالات كتيرة، لكن عايزين ما ننساش ان في دور سياسي مهم جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة كانوا دائما وابدا بيساندوا وزارة البترول، بيساندوا المهندس طارق عشان نقدر نصل الى هذه النتائج المهمة. وايضا كان ان احنا ترسيم الحدود مع قبرص كان ليه دور مهم جدا ان احنا نطرح منطقه شروق ويتحقق هذا الكشف. شكرا جزيلا الاستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزاره البترول، كنت معي عبر الهاتف من القاهره.